خلينا نروح لتقرير، نشوف تقرير عن مباراة بكرة الأهلي وسنو ديب في مباراة العودة، ونرجع مع حضراتكم في البيت الكبير. تحت شعار لا بديل عن الفوز مهما كانت الصعوبات والمعوقات، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سونيدب بطل النيجر في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ورغم أن الأهلي وضع قدما في الدور المقبل من البطولة بعد تغلبه على سونيدب في ملعبه بهدف للا شيء سجله لاعب وسطه المالي أليو ديانج، إلا أن الفريق رفع درجة الجاهزية تحسبا للمواجهة المرتقبة، وحذر مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من خطورة المباراة كون المنافس ليس لديه ما يبكي عليه، وسيقاتل لتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب القاري وبطل القرن الإفريقي. ويعود بيتسو موسيماني بدوره لقيادة الأهلي من على الخطوط في هذه المباراة بعدما أبعده فيروس كورونا المستجد عن السفر مع الفريق إلى نيامي في مباراة الذهاب قبل أن يتعافى مؤخرا ويعود من جديد لقيادة الفريق. كما يعود للفريق عدد كبير من نجومه المهمين من العناصر الأساسية التي غابت عن مباراة الذهاب في النيجر سواء للإصابة أو بسبب فيروس كورونا، والذي بات شبحا يطارد أغلب الفرق حاليا سواء في البطولة أو في مختلف البطولات المحلية والعالمية. وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة عودة الرباعي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا للتدريبات من جديد بعد غيابهم عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره وادي دجلة بسبب فيروس كورونا. وتعهد لاعبو الأهلي على تحقيق الفوز على بطل النيجر غدا من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد وتوجيه إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيهم في البطولة القارية. العاشرة يا أهلي باتت شعارا جديدا لجماهير الأهلي وهدفا يسعى اللاعبون لتحقيقه من أجل الابتعاد خطوة جديدة في صدارة أندية إفريقيا والعالم، والتأكيد على أن الأهلي في السنوات الحالية يخطط لحقبة ذهبية جديدة من السيطرة على الألقاب محلياً وقارياً.